يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. إن ديننا دين جميل يدعو إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. يدعو الإسلام إلى الاستئذان قبل دخول البيوت، حينما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الرجال والنساء فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. فدخول البيوت يجب أن يكون باستئذان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى بيت أحد من الناس فليطرق الباب وليقف إلى جواره كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقف عند الباب، لا يقف في تلقاء وجهه، ولكنه كان يقف عن يمينه أو عن شماله، أي عن يمين الباب أو عن شمال الباب، حتى لا يطلع ولا ينظر على عورات بيوت الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر كل من يقف أمام تلقاء الباب فيطلع على بيوت الناس، قال لصاحب البيت صلى الله عليه وسلم: أحل له أن يفقأ عينيه حتى لا ينظر مرة أخرى وحتى لا يطلع على بيوت الناس. فنستأذن حينما نذهب إلى أي أحد، نذهب إلى صديق أو قريب أو حبيب، فنستأذن كما علمنا الله تعالى: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها بإلقاء السلام. يقول الإنسان: السلام عليكم، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا دين عظيم يدعو إلى الاستئذان كما قال الله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. الاستئذان: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. إذا قال لك صاحب البيت: إني مشغول اليوم، أو إني في سفر، أو لن أعود إلى البيت الآن، أو سأعود متأخرا، وجب عليك أن تنصرف وأن تجعل زيارتك في يوم آخر كما قال الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. فهذا الدين دين عظيم، يدعونا إلى هذه المكارم العظيمة، مكارم الأخلاق، وإلى فضائل هذه الأعمال. نلتزم بالأمور الربانية التي أمرنا الله عز وجل بها في القرآن الكريم. لو عندي عمر يكفيني نشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصيني.